بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، أي على الشرك، وكانت بينهم حروب كثيرة. وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه ويقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله:
حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم؟ قال: أنبههم الله من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع، وإنهم حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة وإنهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، يعني قبل الإسلام، ولا يعرفون جنة ولا نار ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم أن يفكون الأسير تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره: حيث أنهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي يفاديه بحكم التوراة ويقتله، وفي حكم التوراة ألا يفعل ولا يخرج من دياره ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. بيّن الله تعالى أن اليهود يؤمنون ببعض الكتاب وهو فك الأسير إذا أسر منهم، ويكفرون ببعض حيث يقتل اليهود بعضهم بعضا ويخرجونهم من ديارهم. فالله تعالى ذمهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم، فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وقال شعبة عن السدي رحمه الله: نزلت هذه الآية في قيس ابن الخطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وقال أسباط عن السدي:
عن عبد خير رحمهم الله قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة، وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700. فلما مر برأس الجالوت اسم مكان نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: أدن مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن السلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. عبد الله بن السلام من علماء اليهود، ولكنه أسلم رضي الله عنه. وقال آدم ابن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي، حدثنا الربيع بن أنس، أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن السلام رضي الله عنه مر على رأس الجالوت اسم مكان بالكوفة، وهو يفادي من النساء ما لم يقع عليها العرب، ولا يفادي من وقع عليها العرب. فقال عبد الله بن السلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهم كلهن، أن تفاديهن كلهن، والذي أرشدت إليه الآية الكريمة. وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاءً على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافلٍ عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعةً واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ابن كثير رحمه الله: ينعت، أي يصف تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام من بعده الذين يحكمون بشريعته.
كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولهذا قال عز وجل: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك رحمهم الله: أتبعنا، قفينا أتبعنا، وقال غيره: أردفنا، والكل قريب. كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم عليهما السلام، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله، وإبرائه الأسقام الأمراض، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارًا عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوأ المعاملة، ففريقًا يكذبونه وفريقًا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن الروح القدس هو جبريل عليه السلام كما نص عليه ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب القرظي، وإسماعيل بن أبي خالد، والسدي، والربيع بن أنس، وعطية العوفي، وقتادة رحمهم الله، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما قال البخاري رحمه الله، وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرًا في المسجد، فكان ينافح أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس أي بجبريل عليه السلام كما نافح أي دافع عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا من البخاري تعليق أي لم يذكر السند عمن رواه، وقد رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن لوين، والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وهشام عروة كلاهما عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، وهو حديث أبي الزناد رحمه الله. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه أي نظر إليه
نظرة إنكار، فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة، حسان رضي الله عنه التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم، أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أيده، أي قوه بروح القدس، أي بجبريل عليه السلام. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم أو هاجهم، أي رد عليهم وجبريل معك عليه السلام. وفي شعر حسان رضي الله عنه يقول: وجبريل رسول الله ينادي، وروح القدس ليس به خفاء عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرًا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: أنشدكم بالله وبأيامه، أي نعمه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا: نعم. فروح القدس جبريل عليه السلام. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله أظنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، نفخ في روعي، إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق الحلال ولا تجتنبوا واجتنبوا الحرام. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله أظنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفخ في روعي، إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق الحلال واجتنبوا الحرام. أقوال أخر: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما بروح القدس، قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى عليه السلام يحيي به الموتى. ولكن القول الأول أن الروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثت، أي حدثني محدث ولم يذكر اسمه، عن المنجاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله نحو ذلك. ونقله القرطبي رحمه الله عن عبيد بن عمير رحمه الله أيضا قال: وهو الاسم الأعظم. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله: الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس رحمه الله: القدس هو الرب تبارك وتعالى، وهو قول كعب. وقال السدي: القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: القدس الطهر. وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد والحسن البصري رحمهم الله أنهما قال: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل عليه السلام. فعلى هذا يكون القول الأول أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد:
في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. قال: أيد الله عيسى عليه السلام بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا، كلاهما روح من الله أي الوحي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى عليه السلام به، كما أخبر في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير، أي تكرار قول لا معنى له. فروح القدس جبريل عليه السلام، والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل روح القدس جبريل عليه السلام ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة، كما يقول حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس، كما قال وروح منه ووصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة، وقيل لأنه لم تضمنه الأصلاب والأرحام الطوامث، وقيل بجبريل عليه السلام، وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا، وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره، وتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى عليه السلام نفسه، نفسه المقدسة المطهرة. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقال الزمخشري في قوله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر فسلمه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، يعني أكل شيئا من لحم الشاة ولكن الله حفظه وسلمه، لكن أثره بقي قليلا. ما زالت أكلة خيبر أي من الشاة المسمومة تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري، أي هذا وقت موتي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره رحمهم الله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة، اليهود قالوا قلوبنا غلف يعني في غطاء. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه، أي لا تفهم ما تقول، نعوذ بالله. وقال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، قال: هي القلوب المطبوع عليها، طبع عليها فلا تفهم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، قال: هي القلوب المطبوع عليها، أي طبع الله عليها فلا تفقه.
وقال مجاهد رحمه الله: وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة رحمه الله: عليها طابع. وقال أبو العالية رحمه الله: أي لا تفقه لا تفهم. وقال السدي رحمه الله: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في قوله غلف: قال: يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. قرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه، وذلك قلب الكافر نعوذ بالله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن رحمهم الله في قوله قلوبنا غلف، قال: لم تختن. هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وقال عطية العوفي رحمه الله: وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم، يعني ملآنة من العلم. وهذا كذب وعناد. وقال عطية العوفي: وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم، يعني أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير رحمه الله: وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، أي جمع غلاف، أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال تعالى في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، واختاره فخر الدين الرازي، وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني رحمهم الله. وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى عليه السلام من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: فما رأيتم مثل هذا قط، تريد ما رأيتم مثل هذا قط. وقال الكسائي: تقول العرب من زنى بأرض قل ما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله والله أعلم.
قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا اليهود كانوا يقولون للمشركين، هم يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في التوراة، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري رحمه الله عن أشياخ منهم قال: قالوا فينا والله، فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قالوا كنا قد علوناهم دهرا، أي غلبناهم في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يبعث الآن نتبعه، قد أضل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: يستظهرون، يقولون: نحن نعين محمدًا صلى الله عليه وسلم عليهم، وليسوا كذلك، يكذبون، يكذبون. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: أخبرني محمد بن أبي محمد، أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة رضي الله عنهما: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، كفروا وجحدوا، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول: يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه.
وقال أبو العالية رحمه الله: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة رحمه الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد رحمه الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: هم اليهود. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة ابن وقش، وكان من أهل بدر رضي الله عنه، قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيتي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث، يعني أصغر من فيهم سنًا، على علي بردة مضطجعًا فيها بفناء أصلي. فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال: ذلك لأهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون بعثًا كائنًا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث عليه السلام من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، أي أصغرهم، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني قبل أن يموت هذا الغلام يدرك هذا النبي. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحكى القرطبي رحمه الله: فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى، وليس به، تفرد بأحمد. جحدوا وأنكروا. وحكى القرطبي رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان، فهزمتهم غطفان قبيلة، فدعا اليهود عند ذلك فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي. وهذا القسم خطأ، السؤال بأسماء الله وصفات الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا يصنعون، يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد رحمه الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي رحمه الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق رحمه الله عن محمد عن عكرمة أو سعيد رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحدث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب، نعوذ بالله من غضب الله. وقال أبو العالية رحمه الله: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى عليه السلام، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن عليهم السلام. وعن عكرمة وقتادة رحمهم الله مثله. وقال السدي رحمه الله: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، حين عبدوا العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، قوله: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، حقيرين، ذليلين، راغمين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس، فيعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، فنعوذ بالله من الكبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر دفع الحق واحتقار الناس. ما لابن آدم والكبر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة الوسخ في بطره، فليس يليق بالإنسان أن يتكبر. وهذا وصف: أوله مني تكره رائحته، وآخره إذا مات ما وجد أحد عنده جيف البلد، وفيما بين ذلك بطن ملآن نجاسة. كيف يتكبر من هذا وصفه؟ فعلينا أن نخضع لله ونتواضع ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وهو الحق، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا، منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً على رسل الله عليهم السلام، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. وقال السدي رحمه الله في هذه الآية: لا يعيرهم الله تعالى، يعيرهم الله تعالى، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه عليهم السلام؟ وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وتعييرهم له وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر. الله تعالى سلط عليهم الطوفان حتى يتوبوا، وسلط الله عليهم الجراد تأكل زروعهم، وسلط الله عليهم القمل، وسلط الله عليهم الضفادع في بيوتهم، والدم جعل الله الماء دما، والعصا التي بيد موسى عليه السلام إذا ألقاها تكون حية، واليد يضع يده موسى عليه السلام في جيبه فتخرج لها نور شديد، وفلق البحر حينما كان فرعون وراءهم وبنو إسرائيل قريب البحر، فموسى عليه السلام ضرب البحر بالعصا فانفلق فصار كل جزء كالجبل، فدخل موسى عليه السلام ومن معه ونجاهم الله،
فلما دخل بنو اليهود فرعون ومن معه انقلب عليهم البحر فهلكوا، وتضليلهم الغمام في زمن التيه الله تعالى ظلل عليهم بالسحاب وأنزل عليهم المن والسلوى والحجر، كان يضرب الحجر فينشق منه 12 ماء نهرا يشربون منه. كل هذه المعجزات رأوها ولكن لم ينفعهم ذلك. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى عليه السلام وآياته، وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم، لما رأوا أنهم ضلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم، رفع الله جبل الطور عليهم حتى قبلوه أي قبلوا العمل بالتوراة ثم خالفوا ثم نقضوا العهد. ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمهم الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا في قلوبهم حبه أي حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم فعبدوا العجل والعياذ بالله. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد، حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، إذا أحببت شيئا تكون أعمى أصم مشغول بالحب فلا تعرف الحق والعياذ بالله. ورواه أبو داود رحمه الله عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال السدي رحمه الله: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقها بالمبرد ثم ذراه في البحر فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه، ثم قال لهم موسى عليه السلام: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب، خرج على شاربيه الذهب. فذلك حين يقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: لما أحرق العجل برد مبرد الذي يبرد الذهب، ثم نسف أي نسف في الهواء ووقع في البحر، فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي رحمه الله
عن كتاب القشيري أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنة. ثم قال القرطبي رحمه الله: وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عذمة: تغلغل حب عذمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل؟